سمنية من جرافين ومخلقة درجة الدعاء. أما الفارس حركة المني فأول ما استلم بضاعة أكثر تحدث وقالكم خلى انتحار من كل السعودي. كيف قال لي كذا كذا أنا اشتري عندك وصلني كذا من عندك؟ قال يمكن عمال كذا وسامع هذا بس دقيقة. قال الله يخليك هذا عدد الكرافين وعلى الأوبن زيادة وستر علينا وهذا بيد عمال وهذا فالمهم الرجل خاف وفزع عن يعني استمر في هذا الامر ويكشف وقرر ان يتخلص من تجارته ويبيعها ويرد اليمن. فعلا عاد اليمن وعاش فتحا من الزمن ثم قرر ان يذهب الى الحج فحك بيت الراي الحرام ثم عاد لينام في بيته ويرى ما يرى منها. رضى انه قد فارق الحياه واهله حوله يبكون يتصايرون. يقول انا اشوفه لك ما قد اسوقتي لا قد اتكلم. يقول فجردوني من ثيابي وغسلوني ودفنوني وصلوا علي واودعوني القبر حتى انهم اذا انصرفوا سمعت قرع نعليهم واقدامهم تبرد من دمار الحديث. يقول بكيت شكر القبر يا اخوان يعني انا احس. يقول واذا بالقبر ينفتح من تحت هذا اليوم كان في طريق سرداب ممر نفق. يقول فوقفت واخذت امشي بذلك النفق المظلم نفق طويل طريق طويل مشيت حتى انتهى من الطريق الى الثرى يمين ويسار. يقول ليست من تبرك في اليمين طبعا احفظت يمينه مشيت حتى اطل ضوء بعيد استكشاف خير يا اما اخرج من قبر او هذه الجنة. يقول اقتربت واذا برائحه زكيه طيبه. يقول فاذا حتى الان في انفي واذا بيقل من ذلك تلك الفتحه واذا بحدائق النار وانهار واشجار جلده فقلت الحمد لله انا في الجنه الحمد لله. يقول فهممت بدخول وإذا في أحفاد في سكننا وثاني منا وين رايح؟ منذ أنا ثاني قال الفلان ما أذكرهم من؟ قال تبعتني ورشيتني ثاني قال تبعتني ورشيتني. قال يا جماعة يعني صح لكن أنا كنت شاب وصغير وطايش والآن يعني بعد شوية خلوني في المدرسة دي أعطينا حقي ما عندي حقكم ما خليك. يقول حاولت اقاوم سلت من هذاك ما قدرت. يقول واحد سحبوني وراء. يقول وانا ايش اقول تسحب. يقول ورجعوني طريق خليك وغسلوني يسار معكم الى ان وصلنا الى الفتحه والعياذ بالله تخرج منها رائحه نجنه وحراره شديده. يقول وصلنا من تلك الفتحه واذا بملك من ملائكه العذاب مخلوق عظيم مخيف. يقول وعنده بذور تغلي. يقول الناس حوله بياخذ بيلف كذا الناس ويرميهم في البدر ويصرخون يقول ما يموتوا. يقول شيء مخيف. يقول انا اول ما شفت خلاص صارت هواي. يقول انهرت استسلمت. وعنده مسامير مشتعلة في النيران. يقول يأخذ المسمار يضرب بها رأس الشقيق من رأسي وتخرج من دبي. كل شيء مخيف مفزع. أنا يا جماعة هذا التصرف الإعلام من نفس القرآن الكريم. إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمؤن يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأس من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. وأما من أوتي كتابه بشمال فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. هلك عني سماغا عن المادية هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرها 70 ذراعا تسلكوه في مشكاة. شيء مخيف.
شيء مستحيل كيف يتخيل. ولذلك التيمس والفتن منها يرضى ملائكة العذاب وأقبل نظر إلينا وأقبل علينا قال مشركم. فقالوا له هذا رشنا ونظر إليه بنظرة شاخصة مخيفة وش تقول؟ قال صح لكن صغير يتضايش وانتم ما عندي شيء عقبهم. قال اللي عندك من كتابك؟ قال ما عندي. قال لا شوف عنه وقلت الله إذا بالكتاب تولى الكتاب وكل عمدة إلى فأخذ كتاب الأول فأخذ كتاب الأول فأخذ من كتاب وأودع في كتاب الأول من الحسنات يعني حتى فرد أقرأ كتاب الأول بعد روحي وراحي ثم فأب الثاني كتاب أعطاه وفتح وأودع وأخذ من كتابي وأودع في كتابي حتى إذا انتهى ما في كتابي من حسنات أخذ من سيئات هذا يقول وأودع في كتابي ثم أخذ كتاب وقال روحي ما قلنا هذا الشيء في أول كتاب كاتما فرأى في الرؤية هذا ما كان في الرؤية يقول ثم أغلق كتابي وينظر إليه فتلوب إلى باب الروح قال ما شروع يقول ثم ذهب وأخذ مسمار من تلك المسامير وآخر ذلك المسمار فضرة مشتعلة تخرج من الدخان يقول وددنا ذلك المسمار من رأسي وسقطت قطر تلك القطر في رأسي فانسلخ الجلد واللحم عن العظم يقول صرخت صرخة وقمت من نوم مفزوعا لا إله إلا الله مشرك يا موسى يقول فأهممت وسرعت إلى رعت إلى مفتي ذلك الأيام في صنعاء الشيخ عمر بن عمران في صنعاء يقول أحكي له ما رأيت في المنام يقول منام تغطي رأسي يقول أول ما فرغت من إخباره من رؤيا رفعت رأسي وإذا الشيخ يبكي دموعه تغطي يخطب لحيته يا ويلي أنت رأيت في الرؤيا قال قال يا ويلي أدرك نفسك أدرك نفسك هذا رسالة من الله رحمة بك قال يا شيخ ما أعرفه وين حصلوا في السعودية الآن وين حصلوا قال كذلك وإذا ما وجدت وجدت تخلص من هذا المال فقراء المسلمين طبعا هذا مسألة